بعد 11 سنة استقبل وزير الخارجية سامح شكري النهاردة نظيره التركي أوغلو في أول مباحثات مباشرة بينهما لاستعادة العلاقات الثنائية بين البلدين. دي أول زيارة لوزير خارجية تركي لمصر بعد 11 سنة من توتر العلاقات والجفاء والفتور بين البلدين. يعني كان في اجتماع ثنائي بين الوزيرين، ثم اجتماع آخر، جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، ثم مؤتمر صحفي مشترك. أهم ما جاء فيه هو أنه في التزام واضح وفي رغبة سياسية واضحة بين البلدين، عبر عنها الوزيران، لاستعادة العلاقات، سواء العلاقات الدبلوماسية في كامل السفارات بكامل طاقتها، أو في استعادة العلاقات أيضا والتنسيق فيما يخص القضايا الإقليمية بين البلدين. أيضا كان في حديث من وزير الخارجية التركي عن ربما التجهيز للقاء مرتقب بين الرئيسين أردوغان والسيسي، ربما قبل الانتخابات أو بعد الانتخابات الرئاسية التركية اللي هي هتكون في مايو، منتصف مايو المقبل. الأنباء تحدثت عن النصف الثاني من هذا العام. هذه العلاقات، قبل ما نسمع جزء من كلام الوزيرين، وده الحقيقة اجتماع مهم جدا ولقاء مهم جدا، هذه العلاقات توترت في 2013 عقب الثورة المصرية ضد الإخوان، والتي يعني لم يعترف بها في البداية النظام التركي. تركيا بدأت باحتضان جامعات الإخوان ومنصات الإخوان وقنواتهم. مصر استدعت السفير في أنقرة، السفير المصري في أنقرة، وتم إلغاء، حدث نفس الشيء بالنسبة لتركيا. تم في أكتوبر 2013 أنقرة والقاهرة ألغت مناورات بحرية مشتركة بينهما. في نوفمبر 2013 طلبت مصر السفير التركي بمغادرة البلاد، وأبلغته بأنه شخص غير مرغوب به. على الجانب الآخر تركيا فعلت نفس الشيء، وأعلنت تركيا أيضا مغادرة السفير المصري في أنقرة. لكن لم يحدث قطع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وده اللي قال عليه الوزير سامح شكري. فضلت السفارتين موجودتين ولكن بتمثيل دبلوماسي أقل. طيب حصل إيه بقى؟ ده الكلام ده في 2013، ومن وقتها كان في حالة من البرود والجفاء بين البلدين. بعد كده عادت مرة أخرى محاولات بقى لرأب الصدع ومحاولات للتقارب بين البلدين. 2022 كان في تصريحات مختلفة تركية بالرغبة في العودة، وأنه ممكن العودة في العلاقات مع مصر، وابتدينا بقى نشوف بعض الخطوات من الجانبين، منها مثلا أنه تركيا لم تعد الحاضن الرئيسي للمنصات الإخوانية. ثم حدثت المصافحة الشهيرة بين الرئيس السيسي و رئيس أردوغان في قطر على هامش في أغسطس الماضي، على هامش كأس العالم. بعدها كانت هناك زيارة لوزير الخارجية المصري في عقاب الزلزال المدمر لتركيا وسوريا. ذهب الوزير شكري إلى أنقرة، قدمت مصر بعض المساعدات، كانت يعني مرحب بها ومقدرة جدا من الجانب التركي. ثم كانت الزيارة زيارة اليوم بين لزيارة اليوم لشاوش أوغلو للقاهرة. خلينا نبدأ بما قاله الوزير سامح شكري، حيث أكد أن القاهرة تتطلع لاستمرار التواصل مع تركيا في جميع المجالات، لوجود رغبة وإرادة سياسية من البلدين لاستعادة العلاقات على كل الأوجه. وذكر أن المباحثات بينهما استمرت لساعتين وتناولت كافة القضايا. نسمع ما قاله الوزير سامح شكري. نسعد بأن نطلق أنا وأنت هذه المشاورات لتكون المسار لاستعادة
تطبيع العلاقات فيما بين البلدين في كافة المناحي، وبدء مرحلة جديدة يكون لها وقعها وأثرها الإيجابي على شعب البلدين، وتؤدي إلى تحقيق مزيد من الاستقرار في منطقتنا. تباحثنا لما يزيد عن ساعتين من الزمن، تم خلال مباحثتنا تناول كافة قضايا العلاقات الثنائية، الأوضاع الإقليمية، التحديات التي نواجهها، وكانت مباحثات معمقة وشفافة وصريحة. بالتأكيد هناك إرادة سياسية وتوجيهات من قبل رئيسي البلدين عندما اجتمع في الدوحة، وتكليف وزيري الخارجية بمسؤولية إطلاق المسار للوصول إلى التطبيع الكامل للعلاقات بعد تطورات السنوات الماضية. في أي مرحلة لم تنقطع العلاقة الدبلوماسية فيما بين البلدين، مجرد كان هناك العمل من خلال قائم بأعمال في كل منهما، ولكن العلاقات الدبلوماسية كانت دائما قائمة، وهناك تمثيل لمصر في أنقرة وتمثيل لأنقرة في القاهرة، والعمل على استعادة العلاقات على مستوى السفراء تباحثنا في هذا الجزئية أيضا، وسوف نأتي إليها في التوقيت الملائم ووفقا لما يأتي به هذا المسار من نتائج إيجابية.